القرار رقم 2 من القرارات اللي محتاجة منك تركيز جدا لأنها غلسة. وزي ما أنا قلت لك إن القرارات الخمسة في تشابتر 12 ما ينفعش تيجي مسألة فيها قرارين مع بعض، دي من مميزات التشابتر يعني. نقول بسم الله كده ونركز. بص يا سيدي، القرار التاني اسمه ميك اور باي، ساعات يقولوا عليه ان سورس ميك يعني اعمل الحاجه عندي، ولا اوت سورس. اوت سورس يعني اشتريها منين؟ من بره. مصنع بيعمل عربيات، في قطعه من العربيه اللي هي الموتور قدامه قرار من اتنين، هل يصنع الموتور ده عنده؟ يبقى كده هو بيعمل ايه؟ ميك. ولا يشتري الموتور ده من مصنع تاني؟ يبقى كده هو بيعمل ايه؟ باي. يبقى القصة كلها في بارت، اصنعه عندي ولا اشتريه منين؟ من بره. طيب ازاي بقى ناخد القرار؟ بص يا سيدي، الموضوع هنا كله كوست قصاد كوست، ركز في اللي هقوله، كوست قصاد ايه؟ كوست. فاحنا هنحط تكلفة الميك، يعني تكلفة ان انا صنع الموتور عندي، قصاد تكلفة شراء، واختار الاقل بس. تاني، القرار انك تشتري ولا تصنع، هنحط تكلفة التصنيع قصاد تكلفة الشراء، يلا حبيبي ونختار مين؟ الاقل. ركز عشان اديك الايه، المفتاحين اللي تخلص بيهم. الجنب ده بتاع تكلفة الشراء مفهوش لعب. ليه؟ كل اللي انت بتحطه فيه البرشيز برايس او كوست اللي هو سعر الشراء من بره، زائد الترانسبورتيشن، ده لو انت فوب شيبينج. عارف يعني ايه فوب شيبينج؟ يعني شروط النقل على الباير اللي هو انت. انما لو فوب ديستنيشن مفيش ترانسبورتيشن. يبقى تاني، الجنب ده مفهوش لعب، انا هشتري بكام وهنقل بكام، ممكن بقى اضيف لك ضريبه، اضيف لك تاكسز، المهم هي باكج الشراء. اللعب في الترانسبورتيشن، لان لو فوب شيبينج فالشحنة علي انا كباير، انما لو فوب ديستنيشن الشحنة على السيلر اللي باعها لي مش هحطها. خلاص؟ طيب ركز بقى، بوس ايدك في اللي جاي. تكلفة الميك بقى، دي ام، دي ال، في او اتش، اف او اتش، ما هي تكلفة التصنيع. طبعا مالناش دعوه بالفي نان والاف نان لان دي مصاريف اداريه، وبعدين دي في حالات البيع، انا مالي، انا دلوقتي بتكلم على قطعه هصنعها بايه؟ هصنعها بالتوتال مانيفاكتشرنج كوست which is دي ام، دي ال، في او اتش، ومين؟ اف او اتش. بص بقى، اللعب في نقطتين. تاني، القرار ده اللعب في كام نقطه؟ نقطتين. تعال نفترض ان انت عندك اف او اتش ب200,000. حلو؟ جت المسألة قالت لك ايه؟ لو قررت تشتري الموتور من بره، تاني، لو قررت تشتري الموتور منين؟ من بره، في 50,000 جنيه منهم هيبقوا unavoidable. تاني، انا عندي اف و اتش ايجارات او تكاليف ثابته كام؟ 200,000. تلاقي المساله بتقول لك ايه؟ لو قررت انك تروح تشتري الموتور من بره، ما هو انت لما تروح تشتري من بره معناه ان انت هتوفر دول مش عايزه، في 50,000 جنيه من الاف و اتش will be unavoidable، معنى كده ان في 150,000 هيبقوا ايه؟ افويدبل. وعلى فكره ما هو الطبيعي ان انا لما اروح اشتري من بره افويد دول. تبدا المساله بقى تتغابى، تقول لك ايه؟ 50,000 انا افويد. انت عارف يعني ايه 50,000 انا افويد؟ يعني في 50,000 جنيه
كده كده هدفعهم سواء عملت ميك او اشتريت منين، من بره باي. طب ما توزن لي المسألة، يعني في 50,000 جنيه كده كده موجودين فين؟ في الميك. وكده كده بص لازم اضيفهم فين؟ في الباي. استنى بس عشان امشي معاك، انت فاهم؟ هو لو في 50,000 واقعين في الميك ايجار يا عم، وكده كده حتى لو شريت من بره هدفعهم، يبقى عشان اوزن المساله ال 50,000 يبقوا موجودين هنا ويتضافوا فين؟ في الباي. احنا بقى ما بنعملش كده. ليه؟ بصوا لي كده، انا رقميا كده وازنها ان ال 50 هنا وهنا. انا هعمل كده، هشيلها من هنا واشيلها من هنا. عارف ليه؟ لانها irrelevant. عارف يعني ايه irrelevant؟ يعني ال 50,000 موجوده هنا وموجوده هنا، فانا بدل ما اضيفها هنا بشطبها من المساله كلها على انها ملهاش علاقه بالقرار، ما تفرقش سواء ميك او باي. يبقى احنا اول حاجه ايه اللي هيحصل؟ الاف و اتش ده هتاخد الافويدابل بس. تاني هتاخد مين؟ الافويدابل بس، وتمسح الان افويدابل لانها موجوده هنا وهنا، فاحنا بنشيلها من الاثنين. خلاص اللهم بلغتي، بقى دي اول لعبه. ال 150,000 دي الحته الافويدابل بس هي اللي تسيبها. يبقى بص بص، حتى لو انت حفيظ الاف او اتش هو هيقول لك قد ايه افويدابل، يبقى انت تصنفه قد ايه افويدابل وقد ايه ان افويدابل. الان يتمسح، الان يتمسح، الان يتمسح. ليه؟ لانه موجود هنا وموجود هنا، فانا بدل ما اضيفه هنا عشان اوزن المساله بمسحه من تقريري تماما. يبقى انا بسيب مين؟ الافويدابل. اخر نقطه، ادي اول نقطه من الاثنين. المكن اللي انا بصنع بيه، انت بصنع بيه يعني بعمل بيه ايه؟ ميك. رد عليا، المكن اللي بعمل بيه ايه؟ ميك. لو رحت عملت باي، تاني المكن اللي عندي اللي بعمل بيه ميك، لو رحت عملت ايه؟ باي، هأجره بخمس تلاف جنيه. تاني هأجره، دي مش كوست، دي بينفيت، سبوبة. استنى، المكن اللي بعمل بيه ميك لو رحت عملت باي، يعني وقفت تصنيع بيه، هأجره بخمس تلاف جنيه، يعني هيجي لي منفعة 5,000. يعني انا لو اصريت ان اعمل ميك ضيعت على نفسي اوبورتيونيتي كوست ب 5,000، ما بتضافش هنا، مفيش حاجه بتضاف هنا. افهمها تاني، عندي مكان لو رحت عملت باي من بره هاجره ب 5,000، لو اصريت ان انا اعمل ميك يبقى ضيعت ال 5,000 بتوع ايجاره، يبقى دي اسمها اوبورتيونيتي كوست اوف ميكنج. ضيعت على نفسي بسبب الميك فرصة إيجار المكنة بكام؟ 5,000. يبقى أنت من الآخر الجنب ده هو دول اللي بيتعدلوا فيه نقطتين، حتة الإف أو اتش امسح الأن أفويدبل، وشوف الأوبورتيونيتي كوست بتاعت المنفعة اللي راحت لو أنت أصريت على مين؟ على الميك. حط الجنبين واختار الأقل هو ده اللي تنفذه. جاهز؟ قول بسم الله. صفحة 3 في بارت 2، على طول خش في الأسئلة. مصطفى كمباني مانيفاكتشرز 10,000 يونتس انيوالي اوف بارت ام 1، يبقى احنا بنعمل 10,000 موتور فور يوز ان ايتس برودكشن ويز دايركت ماتيريالز. بص انا بكتب فين؟ 120,000 دايركت ليبر، 240,000 مانيفاكتشرنج اوفر هيد، كل الاوفر هيد ب 480 منهم فيكسد 320. ثواني، كل الاوفر هيد ب 480 ده ب 320، يبقى اكيد الفي او اتش ب 160، مش محتاجه نباهه، ما هما الاثنين ب 480، دي بكام؟ 320. طب نكمل. The company received the offer من supplier مورد يدينا ال 10,000 قطعة من الموتور ب 70 جنيه بير يونت، قول لي البيرشيس برايس كام؟ 10,000 في 70 يعني الصفقة دي ب 700,000 جنيه.
نكمل. ترانسبورتيشن تيرم فوب شيبينج، يعني الشحن عليا انا بخمسين الف وفي خمسين الف شحن، الجنب ده خلاص التكلفة 750، مفيش حاجة تاني، خلاص مفيش حاجة ايه تاني. نكمل. If the supplier offer is accepted، لو قبلنا العملية دي، the facilities المكن currently used اللي بنصنع بيه part M1 can be rented لثيرد بارتي بإيجار 80,000. معنى كده ان انا لو اصريت ان انا اعمل ميك ضيعت 80,000، تعتبر opportunity lost، ضيعتهم حطيتها هنا. نكمل بقى. Additionally في 50,000 من الفيكسد مانيفاكتشرنج اوفر هيد وود بي اليمينيتد. اكتب جنبها افويدد. عارف يعني ايه؟ ابوس رجلك. شايف ال 320 دي؟ في منها 50,000 افويدد او اليمينيتد، يبقى بقيتها 270 ان افويدد. معنى كده ان ال 270 موجودين في الميك وموجودين في الباي، يبقى انا بدل ما اضيفهم في الباي امسحهم. فاهم ولا لا؟ هم ال 320، هو قال لك صايع قوي السؤال، 50 افويدد، يبقى في 270 كده كده قاعدين. ال 270 اللي كده كده قاعدين انا ما بضيفهمش هنا، انا بمسحهم، يبقى انا هتعامل على ان الاف او اتش 50 بس، لاني مسحت الان افويدد. المساله خلصت. تعالى نقرا السؤال. Should مصطفى كامباني ميك اور باي؟ تعالى جمع دول. دول الدكتور جمعهم طلعوا 650، ده الميك، والباي الدكتور جمعهم طلعوا 750، يبقى انا احسن لي اعمل ميك ارخص، ارخص ب 100,000، صح؟ if supplier offer لو قبلناه اشترينا من بره، انكم الشركه يقل ب 100,000، نضيع 100,000. هو بقى سال سؤال تاني الدكتور، what would be the effect on operating income لو قبلنا الاوفر؟ نضيع 100,000. What is the maximum price مصطفى كامباني should be willing to pay للاوتسايد سبلاير؟ يعني انا لو المورد ده قعد يتناقش معايا اشتري الموتور بكام، عارف هقول له ايه؟ هقول له يا باشا انا اصلا تكلفه تصنيعهم 650,000، على 10,000 يعني الموتور ب 65 جنيه يا باشا، ده اقصى سعر اقدر اشتري منك بيه، بالعكس ده انا المفروض اشتري باقل عشان اخد ميزه. انا تكلفته واقف عليه ب 65، يبقى الماكسيمم برايس اللي انا اقدر ادفعه 65 ونازل، يعني انا ممكن اشتري منك 65 عشان اريح دماغي، لكن وايه رد عليا ونازل، صح ولا غلط؟ حلو قوي. المساله الاولى خلصت، نحضر البورد للمساله الثانيه. مصطفى كامباني ميكس 10,000 يونتس بير يير اوف بارت بي 34، يبقى الموتور اسمه بي 34 وبنعمل 10,000 وحده. For using one of its product. The data concerning unit production cost. تكلفة الوحدة كالآتي. DM ب 0.15. DL ب 0.10. VOH ب 0.13. FOH اللي عليه العين ب 0.24. بيقول لك ان التلاتة اللي في الاول دول ب 0.38. طبعا ما هو اللعب فين؟ في الFOH كامل. An outside supplier offered to sell مصطفى كامباني المنتجات اللي هو عايزها ب 0.46 with transportation term for destination ب 1400. ماليش دعوه بال 1400، انا ليا ان دلوقتي هشتري ال 10,000، الواحد ب 0.46 يبقى تكلفه الشراء 4600 جنيه، الشحن مش عليا لانه فوب ديستنيشن. If the supplier offer is accepted 75% من الفيكسد مانيفاكتشرنج اوفر هيد ويل ريمين. ثواني، طبعا انا هضرب كل ده في 10,000 عشان اشتغل توتال زي هنا. بص بقى ركز معايا، الاف او اتش 75% منه ريمين. عارف يعني ايه ريمين؟ يعني موجوده سواء ميك اور باي. يبقى الباقيين كام؟ الان افويدد 75، يبقى الافويدد كام؟ 25. انا بقى اللي كده كده ريمين همسحهم، يبقى انا هشتغل على 25% بس. فاهم ولا لا؟ بص الغباء بيشاع اهو من عينيه.
75% ريمين، يعني انا افويدبل، يعني موجودين هنا او هنا، يبقى انا همسح ال 75% واشتغل بكام؟ 25. اديشنالي الفاسيلتيز، المكنه كارنتلي يوزد لتصنيع البارت بي 34 ممكن استخدمها لانتاج منتج تاني زي ان انا اجرها، ذات وود ييلد تجيب لي مكسب 1000. يعني انا لو رحت اشتريت من بره هجيب بالمكنه دي مكسب 1000، يبقى لو صنعت بالمكنه ضيعت على نفسي ال 1000. المساله خلصت. If the supplier offer is accepted، ايه التأثير على ربح الشركة؟ تعال نشوف. 0.38 في 10 دول 3800، 0.24 في 10 بس في 25% بس 600، وopportunity cost 1000، مجموع الميك 5400، جي منين؟ 3800 و 25% من الـ FOH 600 و 1000 opportunity، يبقى انا لو عملتها هصنعها ب 5400، لكن لو اشتريتها هشتريها ب 4600، يبقى انا احسن لي اشتريها، لان انا لو اشتريتها ده هيزود ربح الشركه ب 800 جنيه. احنا اتفقنا دول كوست، فانا لازم اخد الايه؟ الاقل. الحمد لله القرار الثاني خلصناه في 16 دقيقه.